أصدرت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية البويرة بطاقة إلكترونية خاصة بالفلاحين، أطلق عليها اسم بطاقة المتعامل أو الزبون. العملية تهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتقليص المدة التي يقضيها الفلاح، سواء عند اقتنائه للبذور والأسمدة أو عند دفعه لمنتوجه الفلاحي. اليوم إن شاء الله راح تبدأ عملية تسليم بطاقة زبون لفلاحين ولاية البويرة ليتعاملوا مع تعاونية الحبوب والخضر الجافة. وهذا البطاقية إن شاء الله اللي راح تكون يعني الهدف من البطاقية راح تكون فيه تسهيلات في كل موسم، يعني موسم الحرث والبذر أو موسم الحصاد والدرس. هذه البطاقية هي اللي راح تكون يعني مفتاح باش يقلص من الوقت، وكذلك يقلص من الوثائق اللي كل عام الفلاح يمشي بها. وراح تكون إن شاء الله عملية على الشبكة يعني وطنية، وراح يكون لها رقم يعني تعريفي وطني كذلك لكل فلاح. وقد شهد اليوم الأول لهذه المبادرة توزيع حوالي 500 بطاقة، الأمر الذي لقي استحسان الفلاحين. البطاقة اللي خدمتها التعاونية تسهل كل الأمور باش تاخذ كيت مرحلة الدفع تدفع الحبوب تاعك ومرحلة الجني إن شاء الله، تسهل كل الأمور. عندها شغل رقم كود بار ليسهل كاع الإجراءات بدون بيروقراطية بدون أي عراقيل. جينا اليوم دفعنا إن شاء الله بنخدموا لاكارت تاع الدوك، إن شاء الله باه تسهلنا الأمور إن شاء الله في الصيف، وحاجة مليحة وتنفعنا إن شاء الله. البطاقة هذه حاجة زينة تسهل لنا خاطر أخرى في كل عمورات نتاع خلاص تاع الفلاح، يعني البطاقة جينا بكل تسهلنا في كل عمورات. جدير بذكر أن تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية البويرة تعمل على إعادة كاملة وشاملة لقاعدة البيانات الخاصة بالفلاحين والموالين، سيما بعد استحداث خدمة الشباك الموحد.